السلامة ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من بودكاست ميدان مناظرة. ميدان مناظرة هو البودكاست اللي جايكم من مشروع مبادرة مناظرة واللي فيه نحكيوا على حقوق الإنسان في تونس. الحلقة الأخيرة جي باش تحكي على موضوع مهم شيق وثري جدا حتى وين ما نحكيوا عليه يخلق نوع من البوليميك اللي هو الحق في العمل في تونس. ومعنا اليوم باش نحكيوا على الحق هذايا سي يوسف النيرة. عسلامة سي يوسف. عسلامة. سي يوسف النيرة اللي هو Chief Technical Advisor في ILO International Labour Organization ولا الأورغانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي. كيف كيف كان ديريكتور جينيرال دو لانيتي من ماي 2019 حتى سبتمبر 2020 ومعانا اليوم باش يكون الاكسبير تكنيك الموضوع هذايا. مرحبا بيك سيدي. يعيشك، نشكرك على الاستضافة ونسلم على الناس كل اللي حاضرين هوني الكل. يعيشك. معانا زادا the one and only أمين. عسلامة أمين. عسلامة هيفا، سوا؟ الحمد لله. أمين هو اتيديون سينما وأمين زادا اليوتيوبر اللي عنده أكثر من 400K followers. يس، أي على اليوتيوب. ما شاء الله أخويا. امبارح بكا دايوغ كنت نتفرج في الفيديو متاعك. ميرسي، عجبوك؟ أي متاع نايرة تهبل. ميرسي، عايش. دونك نحن اليوم كما قلنا في سوسة في الكافي شوب خفاس وباش نحكيو على الحق في العمل. قبل ما نبداو يلزمنا بطبيعة الحال نفهموا شنو هو الحق في العمل، وذاك علاش نحب نسأل الجمهور اللي معانا اليوم كان فما شكون يحب يعرف لنا الحق في العمل كان ينجم يعرفه يتفضل يجيب أحدنا لهنا ويحكي لنا شوية على حسب رأيه هو ولا هي شنو هو الحق في العمل. أي سيدي عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. عارف روحك من الأول ومن بعد قول لنا حسب رأيك أنت. رأيي الحداد من مسير. بالنسبة لي الحق في العمل واحد من الحقوق الأساسية اللي لازم يتمتع بها الفرد في الدنيا هذه، كما الحق في التعليم، الحق في العيش، الحق في الاستمتاع، والحق هذا لازم يكون متوفر في أي دولة ديمقراطية. كما نقول نحن تونس لما نقولوا دولة ديمقراطية معناها لازم تكون موجودة في أي فرد عبر كمل القرايد وكل، لازم يبقى الحق هذا متوفر، ماهيش معناها مزية. معناها كملت قرايتك وتحب خدمة تلقى خدمة، هذا تعريفك أنت الحق العمل. يعيشك، ميرسي بوكو، نجم تفضل ترجع. يعيشك. فما شكون آخر يحب يعرف لنا الحق في العمل؟ ليه؟ أي تفضل، أي مرحبا بيك. عسلامة. 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 شدي منونة. نشرفك. تصور الحق في العمل هو حق يلزم يكون دستوري. يتمثل في انه كل مواطن عنده الحق انه الدولة توفر له موطن الشغل، وتوفر له موطن الشغل بالظروف الملائمة للشغل كأجر عادل. يلزم توفر الانصاف بين جميع المواطنين والمواطنات. يلزم توفر كل الظروف الملائمة باش هو يخدم. من نجم نقولوا بار اكزومبل باش يخدم في معمل يلزم توفر له لاسيورونس، لازم توفر له السيكوريتي تاعو بالضبط، لازم توفر له النقل، لازم توفر له برشا حاجات باش تكفل له الحق نتاعو في العمل. باهي، يعيشك. دونك انت لهنا الدولة هي اللي لازمها توفر الحق في العمل. بالضبط، لازم الدولة هي توفر، لازمها تكون قادرة على تشغيل مواطنيها ومواطنيتها، اللي هو شيء ممكن في تونس مش موجود ياسر نظرا لنسبة البطالة المرتفعة. يعيشك يا شيدي، ميرسي بوكو. بارك الله فيكم الزوز. دونك بدينا حافلة اليوم اللي بدينا على العباد، والعباد قلوبها معبية على الحق في العمل. دونك باش تعطي الاكسبيرت توا عندك انت سي يوسف، كنت نجم حسب رايك انت، بون مش حسب رايك هو علميا معناها، تعرف لنا الحق في العمل وتعطينا زاده كنت تسمع الفرق بينه والعمل اللائق، خاطر غير ما عادش نحكيو بركة على الحق في العمل لما ولينا نحكيو على الترافاي ديسون، منين جاو لي دو الكونسيبت الجديد هذايا وعلاش تطورنا شويه في تعريفنا الحق في العمل. هو سي اللي قالوه الاولاد توا كله صحيح، معناتها ما فماش حاجه غالطه، انه العمل هو حق، انه التشغيل هو حق، هو ما حكيو اكثر على لا نوسيون تاع التشغيل. وحتى في اللي قالوا شادي ما تحكي الحكاية على العمل اللائق، ما انت قال اليوم ما انت لازمك توفر العمل، لكن ما لازمك توفر مع العمل هذا الظروف اللي يخليوك الملائمة اللي يخليوك معناتها تخدم بكل أريحية. دونك هذا الكل صحيح. وقال زاد كلمة مهمة برشا اللي هي دستوريا، وكان نغزروا اليوم في الدساتير معناتها نتاع العالم اجمع بصفه عامه، وحتى نتاع تونس معناتها اخر واحد توا احنا نعرفوا في بيريود، لكن توا نحكيو على الاخر واحد تاع 2014، حق التشغيل ولا حق العمل معناتها الي انسكري دون لا كونستيتيوسيون. نمشي لك حتى ابعد،
1948 dans la déclaration des Nations Unies il y a le droit au travail معناتها le droit au travail موجود في la déclaration des Nations Unies وكما تعرفوا معناتها البلدان في العالم وأغلبية البلدان في العالم هما يغتفي معناتها يصحوا ودونك il s'engage باش يكونوا يطبقوا اللي موجود في الديكلاراسيون هذه نتاع الامم المتحده ولهذا اليوم عندك ان انجاجمون دي زيتا شنو اليوم اللي باش يكون سمباتيك في الديبا نتاعنا وباش يكون انتريسون هو وقت اللي باش نحكيوا الكل مع بعضنا على لو كوتي القانوني الجانب القانوني اللي حكينا عليه والولاد حكيتوا توا قانون برشا وتيوريكمون والدوله لازمها وتعطيني وتوفر لي ومن بعد نشوفوا زادا الجانب الواقعي اللي نعيشوا فيه الجانب البراغماتي البراغماتيك اسكو اليوم احنا لازمنا نشكيو الكل بالدوله على خاطر ما عندناش خدمه ولا اسكو اليوم لازمنا نلقاو حلول باش نلقاو الخدمه هذه شنو هو الواقع احنا اللي عايشين فيه وكيفاش غدوه نشوفوا كيفاش بالدارجه كيفاش ندبر راسي باش نلقى خدمه وشنو هو الواقع اللي نعيشوا فيه هذا ريالمون شنو هي وضعية تونس قانونيا versus لو غير قانونيا très objectivement الدولة التونسية elle fait partie des pays qui sont avancés qui نغزلوا القانون راهو معناتها حتى نمشي في 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 ان نيفو اللي ابعد من العمل ولا من التشغيل خلي نحكي لكم ان بو لونغاج اللي نفهموه الكل مع بعضنا فما شكون يفهم مش معناتها الكراود فاندينغ الكراود فاندينغ هو وقت اللي اليوم فما ناس اللي عندهم فكره نتاع مشروع واللي يحبوا يزيدوا شكون يدخل معاهم في المشروع هذايا ودونك يلفون فيغ اون كومباني دو كراود فاندينغ وين الناس باش يدخلوا خاطر عندهم ثقه في المشروع نتاعهم يعملوا بيتش قدامهم ومن بعد تجي وتحط فلوس ومعناتها السوسيتي نتاعك ملي كان الكابيتال نتاعها 10 ملايين يولي مليار اما انت تولي عندك 1% 1% نتاع 100 مليار ديما خير من 100% تاع 10 ملايين دونك ما يقلقش دونك صحيت هذاك اللي حبيت تقوله يمين فما اون لوا تاع الكراود فاندينغ اللي صوتنا عليها في 2015 16 ابوبري قانون الكراود فاندينغ معناتها موجود في تونس قانون لوتو انتربرونور معناتها المبادر الذاتي موجود في تونس معناتها هذايا ولا في الستارت اب اكت سمعتوا به ستارت اب اكت اليوم فما قانون نتاع لي ستارت اب اللي موجود في تونس معناتها هذا الكل اللي قاعد نقوله ما همش كلمات اللي معناتها ما تفهموهمش كلمات نتاع جيلكم كلمات نتاع دي جون معناتها وهذا الكل موجود وين المشكله؟ المشكله نلقاوها في التطبيق نتاع القوانين معناتها احنا نكتبوا قوانين محلاهم وصحاح ويمشيوا مع 2022 ومن بعد وقت اللي نحكيه على التطبيق نقعدوا 5 سنين 10 سنين ونصوص تطبيقية نقعدوا نستناهم ومرات النهار وين يحضر النص ديجا نبداو دي مودي ودي فازي وفما دي جون اللي يبداو فرستري خاطر عندهم 10 سنين وما يستناو باش يعملوا كونت لبرا باش ينجموا يعملوا فريلانس ولا حاجة وما نجموش يعملوه اوغ عندنا قانون اما ولا فما نصوص تطبيقية واضح عندك مضيفه مين؟ عندي مضيف برشا على خاطر ساعات تلقى برشا قوانين يقول لك تنجم تعمل وتنجم وتنجم لكن وقت اللي تمشي مثلا باش تقدا اوراقك ولا حاجه تلقى برشا صعوبات تلقى برشا ورق باش تخرجهم برشا عباد لازم تحكي معاهم وساعات كلي بلوز ما عرفت كلي كانوا يحطوا لك العصا في العجله معناها يصعبوا عليك كل شيء دونك تولي انت تسيب تسلم تقول مش لازم منها معناها الفازي هذه من غير ما نعملها وكها دونك ينجم يقول لك فازي اي اعمل لكن وانت قاعد تعمل تلقى برشا صعوبات لين تبطل ما تعمل حتى شيء دونك هذه ترانزيسيون رائعة جدا منكم انتم زوز للسيجمون اللي بعده اللي هو باش نحكي فيه على التحديات اللي تواجه التونسي ولا التونسية جون كان أو كهلا أو مسنا اللي يحب يخدم على روحه فيما يتعلق بالحق في التشغيل. وكيف العادة باش نطلبوا من الحضور والجمع الكريم اللي معنا اليوم باش يحكيوا لنا شوية على التحديات اللي واجهوها هما في بحثهم على الحق في التشغيل دونك هذه بلوتو فرح قلبك معناتها فريمون اذا عندك اي حاجه تحب تقولها سي لو مومون جامي اي سيدي فما شكون يحب يحكي جربتو شي مره تحبوا تخدموا اي وينهم البنات بودكاست راديو حاجه هكا وينهم البنات اي ايجنتي حسيتها تحب تتكلم هو نحن عنا برشا صعوبات دونك عنا ما نحكيه معنا مرحبا بيك وكيف العادة تعرفنا بروحك وتحكي لنا حكايتك مرهيب
دونك شنو التحديات اللي واجهتها انت؟ كان عندك حكايه تجربه شخصيه تعرضت لها في البحث عن العمل؟ حاول تقرب شوي الميكرو. اسمي الما حشيشه. عسلامه. نقرا ليسيان دوزيام اني ليتر باس تخوازيام اني ليتر. الوغ توا نلقاو برشا مشاكل برشا تحديات بيان سور في انك تلوج على خدمه خاطر نسبه البطاله ما كثره برشا نسبه 18% في تونس بريسك 19% دوكو اللي ما تنجمش تلقى خدمه فاسيلمون ديما تلقى شكون عنده دي ديبلوم اكثر منك وما متستقبلش فيسا وفما مشكلة فما برشا تحديات فما برشا منافسة دوكو اللي مش سهل باش تلقى خدمة في تونس فاسيلمون. سي سا لو بروبليم. يعيشك الما ميرسي بوكو. فما شكون اخر يحب يحكي؟ مرحبا بك تفضل. سوي دونك شنو هي التحديات اللي تواجهها في البحث عن العمل في تونس انت كشاب تونسي؟ كشاب تونسي بالنسبه لي ما زلت نقرا. مستقبلا اللي تشوف فيه في حومتك اصحابك عائلتك؟ اللي نشوف فيه ما فماش تكافؤ الفرص، يقولوا فما لغه نتاع اكتفاءات، العبد تلقى عنده اكتف، العبد بوه يعرف واصل اكثر باش يخدم بطبيعه ضامن بلاصه. ساعات تلقى العبد ناقش منه أذكى منه حتى في القراية ناجح أكثر منه، عادي العبد هذاك تلقاه هو ما يبقاش مكانه في الخدمة والعبد الآخر يخدم. يعيشك ميرسي بوكو. دونك كان يو ريليت أمينة للتحديات؟ أي كان ريليت لبرشا تحديات على خاطر نحن أنا مثلا توا بلوز أو موا أنا يوتيوديو نقرا سينما، عندي مشاكل في السينما وعندي مشاكل في اليوتيوب. نبداو بالمشاكل في اليوتيوب وأنه نحن اللي كرياتور الكونتوني ما عندنا حد شيء، مانيش معترف مع حتى حد ما هو معترف بينا، معناه ما عندناش ورقه تقول لي انت كرياتور دو كونتوني. مثلا سهل لك تخرج تصور في الشارع ولا تخرج تصور اكزاكتومون. صارت لنا مشكله مره خرجنا نصوروا في فيديو برا، نحن حتى كان اذا كان مشينا البلديه وشورناهم باش يقولوا لنا ليه خاطر كرياتور دو كونتوني شنو تعمل، معناه يسخلونا ديما نلعبوا على اليوتيوب ولا نفرقوا فيهم ولا حاجه كيما هكا. دونك خرجنا نصوروا ولات فيها حاكم ومشاكل والكل ورئيس مركز وتوقفنا نهار كامل. دونك مشكلة كبيرة، فهمت؟ ما عنديش ستاتيو جملة واحدة. وكي نحكيو كوتي سينما، في السينما زادا عندنا برشا مشاكل، حتى لي زوتوريزاسيون فيهم برشا مشاكل ما نجموش. وحتى كي نحكيو على تشغيل نهار آخر، أكثرية أصحابي اللي نعرفهم الكلهم عاملين على فريلانس، معناه الكلهم عاملين أنهم نهار آخر كي باش يتخرجوا ولا يعملوا ماستر ولا دكتوراه، كل واحد فيهم باش يخدم وحده، يمشي يعمل يحل بروجي وحده ولا يحل سوسيتي وحده ويتصرف، معناه كلي الكل مانيش ضامنين انا نهار اخر باش نتخرجوا باش نلقاو خدمه باش نلقاو سالير باهيه والكل. دونك كل واحد فينا ولا يخمم في ثنيه يمشي فيها وحده. هذيك علاش انا خممت اني نكمل في اليوتيوب، معناها اون باليل مع قرايتي. لكن كيما قلت لك حتى في اليوتيوب فيه برشا مشاكل مانيش معترفين بينا، معناها نعرف عبيد، معناها عندي صاحبي معرس ستريمر جو باهي عنده كرهبته دار وجو باهي، لكن في بطاقه تعريف نتاعو مازال الى يومنا هذا عاطل عن العمل. معناها نظن حتى كان يوقفوا حاكم وهو في كرهبته ولا في ازا يقولوا كيفاش انت عاطل عن العمل في بطاقه تعريف نتاعك، ما انت وعندك كرهبه وجوك باهي. دونك حاجه. وحتى مثلا كي نحكيو كوتي ستاتيو سوسيال، كي تمشي انت توا الواحد خويا اكزامبل، انا مشيت نخطب، نحب نمشي نخطب انسانه نقول لها راني انا مثلا يوتيوبر ولا كرياتور كونتوني ولا انستغرامر، الناس الكل باش تقول لي ماهيش خدمه برا روح اشبيت. اي قال لي برا، معناها خذ الشهاده اكزاكتومون، خذ الشهاده ريقل جوك ومن بعد فازي مرحبا بيك، فهمت؟ دونك عندنا مشكله في ستاتيو، في سينما عندنا برشا مشاكل زاده ولا حتى كل التسهيلات نتاع يعطيك، خاطر بيان سور كلنا يمكن حاجه العباد ما يعرفوهاش انك تعمل فيلم ولا حتى شورت موفي حاجه ماهيش سهله على الاخر، فهمت؟ وباش تاخذ ديجا تسهيلات من الدوله لازم تعمل فما نوبل نتاع شورت موفيز لازمك تعمله باش نجم تقدم دوسيي، والدوسيي هذاك هو اللي باش يجيب لك فلوس. و كي باش تعمل شورت موفيز هذوك ديجا حاجه صعيبه من الكوتي من الدوله ومن باش تلم التيم نتاعك وليزوتوريزاسيون وكل شيء. دونك في برشا مشاكل. والحقيقه ما نراها حتى واحد من اصحابي ضامن انه باش يكمل يتخرج باش يلقى خدمه باش يكون جو به. دونك انت سلكتها باليوتيوب. سبا اما هاني قلت لك حتى قدون ستاتيو بعد نجم نقول لك معناها جوي به على الاخر. يعيشك امين. نرجع لك سي يوسف، دونك سمعت المداخلات الكل، انا توا باش نسالك زوج اسئله. السؤال الاولاني بناء على اللي كنت تحكي فيه قبل، اغلبيه البوان اللي حكيت عليهم مربوطين نوعا ما بالانتربرونيا.
هل نجم نقول انه في تونس اليوم بتاتر استراتيجي نتاع لونتربرونيريال هدف منها انه نقص الضغط على الدوله في بلاصه انه ما تلقى مواطن شغل للعباد قاعده تدس في العباد الكل باش يوليو دي زونتربرونور اور كو بتاتر مش العباد الكل تحب تولي دي زونتربرونور دونك هذه النقطه الاولى والنقطه الثانيه اللي هو السؤال الرسمي نتاعنا اليوم شنو هما التحديات اللي تواجههم تونس غيالمون من وجهة نظر معطياتية بحتة دونك شنو المعطيات اللي عندنا اليوم اللي نجموا يقيمونا وضعية تونس والتحديات اللي تواجهها فيما يتعلق بالعمل والتشغيل. أول حاجة نرجع على اللي قالوه الأولاد وسمحني ألمى وألمى توما حكيتوا تا اكزامبل ألمى فما حاجة اللي كيما مخيف اللي قلت أنت كي واحد عنده دبلوم ديما عندك واحد عنده دبلوم اقوى من دبلومي. السؤال هو اسكو اليوم الدبلوم هو اللي يضمن العمل واسكو اليوم وقت اللي انا مؤسسه ونحب نعمل ان ريكروتمون اسكو الجانب نتاع الدبلوم هو الجانب الاساسي اللي باش نركز عليه في 2022. في هذا يظهر لي العالم قاعد يتبدل والعالم قاعد يتغير وما فماش اليوم برشا مؤسسات اللي ما يغزروا كان للدبلوم بالعكس ثم كشي توا بديتوا تسمعوا شويه بكلمه سوفت سكيلز وكلمه سوفت سكيلز هي كلمه اللي ماهيش مربوطه بالدبلوم انا اليوم كان تعطيني ان دبلوم ا دبلوم ايغال واحد عنده 18 واحد عنده 12 واللي عنده 18 واللي عنده 12 كي باش نشوف التصرف نتاعهم نتاع ال 12 باش يظهر لي اللي عنده اون موتيفاسيون بلو غروند واللي عينه يتعلم حتى كان في القرايه ماهوش ديما انا باش نمشي مع الدوز ما نمشيش مع الديزويت خاطر لو بلوز امبورطون اليوم العالم اللي نتوما عايشين فيه الجينيراسيون الجيل هذايا نتاعكم هو جيل اللي قاعد يمشي بالتغيير فوزيت اون تران دو فيفر دي شونجمون ورا بعضهم شوفوا توا يا تروازون وقت اللي كنت في الدوله عملت عوايم ونصف الدوله عملت بريزونتاسيون قلت 10 سنين اخرين 80% من لي ميتي نتاع اليوم ils vont disparaître مانيش باش ما فماش ماهمش موجودين 10 سنين اخرين هذا عملتها قبل الكوفيد ما لا تصوروا من بعد الكوفيد توا لي ميتي اللي نحكيوا عليهم الكل قداش باش يتبدلوا في العوام الجايين دونك شنو انتوما كان عندكم دبلوم طياره باك بلس 1000 وغدوه تصير اونكور حاجه اون كريز ولا شونجمون كبير والدبلوم تاعكم يولي ما عادش عنده حتى معنى على خاطر العالم تبدل وفما ماكينه جات باش تعمل رومبلاسمون تاع الدبلوم تاعكم كيفاش انتوما فوزالي ريوسيغ ا فوزون سورتيغ بالكاباسيتي دادابتاسيون لا كاباسيتي دادابتاسيون اليوم هي اكثر كاليتي اللي باش تخليكم تنجحوا هذايا حبيت جو ريزوم على لي انترفونسيون اللي عملتوهم الكل كيما اللي قلتوا سامحني شو اسمه ابراهيم كما اللي قالوا ابراهيم قال راهو انا نورمالمون معناتها التحديات نسيت شو قلت مي تو بارلي زاده اللي ديما لازم حاجه نرقاها خاطر هذا مش موجود والدوله ما تعطينيش اتسيتيرا يا اخي امين تو نقص مشاكل قداش عنده من الفيو قداش عنده من الناس يطبعوا فيه الى غيف اوجوردي ا سان سورتير بوركوا خاطر مانيش سويد مانيش اليابان مانيش فرنسا مانيش زيمبابوي مانيش جنوب افريقيا احنا تونس دونك شنو المهم انكم تاخذوا تونس بالواقع نتاعها وتقولوا انا في الواقع هذا كيف كالفا اتر ما كاباسيتي دو مادابتي باش نلقى الحلول حتى كان هذايا فران وهذايا فران وهذايا فران وين انا باش نلقى اكل باساج اللي باش يخليني ننجح وقت اللي قلت صحيح هذا ذكرت نسبه البطاله 18% اي وانت شو مجايبك فك 18% فهمتني شنو نقصد معناتها الفو زاد ماتخ فك العقليه وين اخويا انا لازمني نلقى الحل وانا جو دوا سي دو تروفي ان ترافاي لونتربرونيا يدخل في هذا لونتربرونيا سي اون جزء من الحلول جزء اما انت تو جاوبت في كل شيء راهو في السؤال نتاعك بارك الله عليك تو اديس كيل فالي والمغالطه الكبيره اللي موجوده في العشر سنين الاخرانيين هي فوزيت توز دي زونتربرونور كان جاو الناس الكل في العالم هذا دي زونتربرونور راهو ما فماش شركات فيهم دي زومبلوي وقتها كاو عاد راهو العالم الكل عرفات فماش ناس تخدم تحت العرفات دونك سي با فغي ماناش الكلنا دي زونتربرونور ونزيدكم اكثر من هك فما دي زونتربرونور اللي في اخر شهر
يربحوا يخرجوا هكا بعد ما خلصوا الستيك والسوناد وليشارج وكل شيء يخرجوا مليون ونص في الشهر. وفما امبارح قريت فازا 90% من اللي من لي ستارت اب يفشلوا بعد 5 سنين معناها صعيب اللي يكون واصل كم فوالا سا سي تان شيف خويا انكور انت 90% ماهيش اكثر شوي وفما دي زومبلوي يربحوا 20 مليون في الشهر وما همش انتربرونور سو سون دي سالاري اللي طلعوا وصلوا ربحوا 5 ملايين 7 ملايين 10 ملايين وطلعوا على خاطر ايزون تروفي لا بون انتربريز على خاطر عرفوا كيفاش يتاقلموا بالليفولوسيون تاع الشركه نتاعهم دونك ردوا بالكم العمل سي بوكو بوكو دو فاسيت وين انتوما وين شخصيتكم تلقى روحها اكثر من شنو اللي موضه ما نمشيوش بالموضه نمشيو بشخصيتنا باللي عيننا نعملوه ما نرميوش روحنا في ساعه في الانتربرونوريا راهو فما ناس انا اليوم نحكي قدامكم عمري 35 سنه جو بو دير عملت الكورب جي كري ان بروجي كامل اللي اليوم يشغل 20 اما عملته في وسط مؤسسه دونك انا عمري ما جي انتربري من بعد شديت مؤسسه في القطاع العمومي قداش 1500 امبلوي لانيتي دونك جي ايتي ديريكتور جينيرال ا 32 ans 2500 امبلوي واليوم نخدم في في منظمه العمل الدولي اش معناتها معناتها انا ما عنديش شركتي اي بورتون هاني قاعد نقدم جو سوي امبلوي دونك il faut faire attention للفيزيون اللي عندكم نتاع شنو معناتها العمل والسؤال الثاني ظهر لي تلمو تكلمت اللي باش نخليك لا لي ميساج كامل لنا سؤال ثاني السؤال الثاني فيما تونس. يتعلق تونس فوالا تونس الحاجه المهمه بالك شي في الجزء هذا نتاع السؤال نرجع على العمل اللائق اللي ما حكيناش عليه برشا قبيله العمل اللائق il répond les questions اللي انت توا طرحتها اللي في تونس شنو من الاحصائيات فما pour moi un chiffre qui est très important اللي هو 53% من الاقتصاد نتاعنا غير منظم. اش معناتها غير منظم؟ معناتها اليوم الناس اللي تخدم هذيا ما عندهاش سي ان اس اس ما عندهاش كنام ما عندهاش الحق في سي ان اس اس في الكنام وكل، علاش؟ على خاطر شركتها ولا مؤسستها ماهيش قانونيه، تخرج كيما ترى واحد يبيع في الشارع حاجه ولا هذاك ماهوش قانوني. دونك هذايا عمل اللي نعتبروه غير لائق على خاطر غدوه الراجل هذا ولا المراه هذه الانسان اللي تراهم في الريف المراه الريفيه اللي تبدا تطلع في كل كاميونه يا اخي عينها انا با لو شوا واحنا اليوم ما لقيناش الاطار باش نحميوها على خاطر وقت اللي نجيو باش نحميوها فما برشا كيفاش نقولوا مصالح اللي نمسوهم واللي ولات الحكايه ياسر داخله في بعضها اكل اللي سوق تابع العائله ولا اللي سوق هو اللي يجيب لهم كيفاش نقولوا لافير ولا الخدمه اللي غاديكا دونك هي اوبليجي تطلع معاه وهو ما نجم كيفاش باش نظمه هو عنده كرم اوبليجي انها تعمل فلوس باش صحيح دونك هذايا الكل سو تحديات اللي تحكيوا عليهم القبيله تحديات اما ما نبسطوش مش نقولوا الدوله والدوله وبها وعليها وكل فما حاجات اللي ترقى لهم ديما معناتها صعوبات خاطر كان انت توا tu peux lutter contre le قطاع الغير منظم ما وخي قداش مره تتعداو انتوما في الكياس وتراو ليسونس وتراو الواحد كل يتباع وتقولوا يا اخي كيفاش هاو بحذا مدينه وفما مركز غاديكا وكيفاش ما يراو اما لكن انت من بعد كي باش نحي لهم هذا الكل ما هو لازمك تعوض لازم تخدم الناس لازم الناس تاكل كيفاش باش تاكل كيفاش دونك هذا هي التحدي الكبير اليوم للدوله التونسيه سي دو بوفوار بروبوزي لي زالتيرناتيف لي زالتيرناتيف هذوما نرجعوا اللي قلناه قبيله ما ينجموش يكونوا خارجين من اطار تشريعي. يفو دي لوا يفو حاجه مهمه برشا هي رقمنه الاداره، لازم عندنا اداره ديجيتاليزي اللي تحكيوا عليه الكل انتوما في اي بلاد في العالم نعمل تاك تاك سي حليت شركتي. اكزاكتومون حتى اوراق الكل تنجم تخرجهم في رمعيه كل شيء في ان بلاد في العالم نعملوا اكستري ديسونس تونس. دونك هذوما الكل سو سون دي بوان اللي يخليونا اليوم نبداو او غالونتي. ودونك ما نجموش نلقاو الحلول اللي يخليو معناتها الناس تقدم خاطر الناس تقعد واقفه ما دام انت ما لقيتش الحل التشريعي انا غير قانوني دونك انا نقعد واحد دونك هنا مش ما نلقاوش الحلول خاطر الحلول نوعا ما موجوده الى حد ما ولكن مشكلتنا في الاكزيكيوشن تاع الحلول هذوك الحلول ما فماش اسهل منها مش موجوده ما فماش اسهل منها تونس ما فماش اسهل منها جيوغرافيكمون بالون عندنا اقوى بقعه في العالم تقول انت في بواتا تجي تاخو اقوى بقعه في البواتا احنا جينا في احسن بقعه في العالم في تونس في ما يخص الطبيعه
فيما يخص اللي عطانا سي انكرويابل عندنا كل شيء. كي تغزروا لو كليما اللي عندنا، كي تشوفوا عندنا الصحراء، عندنا الجبولات، عندنا البحر، اون ابسولومون تو سكيلفو في تونس. لكن اليوم احنا لازمنا نتعلموا نستغلوه، باش نستغلوه ما غير ما نعمل وما نحبش نعمل حتى سياسه. لازم اون ستابيليتي، ما فما حتى بلاد تعيش ما غير ستابيليتي. لكن انت وقت اللي 10 سنين وانت تبدل كل شهرين من كل شيء سون ستابيليتي، وقتها الثقه نتاع اللي باش يعمل انفستيسمون، اللي باش يحط فلوس في بلادك، اللي باش يشري برودوي نتاعك، ما يقول لك سيب عليا انا ما نعرفش عليهم غدوه يخسرهم. سي نورمال، سي نورمال. انت كان جيت اليوم قاعد في بلاد اخرى وتشوفنا اللي صار فينا العشر سنين الاخرينين، تحط فلوس على تونس؟ ما نرجعش. شفت الريبونس هذه تاسف، لكن سي لا رياليتي ولازمنا نسمعوها. عاودتوا عطيتوني ترانزيسيون تاع مستوستيكي، يعطيكم الصحه. دونك تو باش يتعدى واللي بعد ويزينا ما حكينا في التحديات، ويظهر لي بالحق تحديات في تونس واضحه، الحلول للاسف زاده واضحه الى حد ما. دونك باش نحاولوا تو نحكيوا على شنو نجموا نعملوا، شنو نجموا نحن نعملوا من المجتمع المدني، ما زاده لي سيتويان توينسا، المواطنين والمواطنات، ونحن لي جون والغير جون زاده، واي عبد يعيش في الرقعه الجغرافيه هذه، شنو التوصيات اللي نجموا نعطيهم لروحنا وللمجتمع المدني باش ندزوا الكره شويه، باش نجموا نقدموا بعد الاستغناسيون اللي عشناها الى حد ما. دونك فما شكون يحب يبدا بالتوصيات للمجتمع المدني ونروحوا زاده شو باش يغير هو من روحه اولا، واذا يحب يقول حاجه للجمعيات للمنظمات الشبابيه فيما يتعلق بالحق في العمل. تفضل سيدي، مرحبا بك. فما تروات كثيره كبار لو كان تخدم عليهم الدوله، هنا جايين هالدوله من بعد، خلينا من الدوله. المجتمع المدني كي يعمل حملات مناصره للضغط على الدوله. وحتى من المجتمع المدني يوعي الشباب، يوعي حتى العاطلين على العمل باهميه الحاجات هذوما. تروات تيرم هذوما بون هي عندها علاقه بالدوله، مثلا عندنا تطبيق هو ديجا موجود في القانون، مازال تعمل في 2020 اول 2020. القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن اللي هو ينجم يخلق برشا فرص كبيره في سوق الشغل، مساعد برشا دول متقدمه، دول اوروبيه حتى المغرب كمثال دوله كيف ساعدها برشا في سوق الشغل، باش تخدمت اكثر عباد، باش تقاوم في البطاله بها. عندنا حاجه اخرى مهمه جدا، قطاع تاع المياه، يلزم الدولة تعاود تهيكل المياه اللي عندنا ومصادر المياه. علاش؟ خاطر هذا يمس برشا قطاعات، القطاع الصناعي، السياحة، يمس الفلاحة اللي هي طبعا مضرورة على الآخر، وما عندناش مصادر الماء، والفلاحين يتشكوا كيفاش ما فماش مصادر مائية باش يسقيو بهم الزراعات بتاعهم وكل شيء. عندنا حاجة أخرى، سوجي موضوع كبير على الآخر، ملف كبير على الآخر، هما الأراضي الدولية، الأراضي على ملك الدولة مهمشين اللي استرجعناهم من المستعمر، وللأسف وقت الاستعمار كانوا يدخلوا في ثروات كبيرة للمستعمر. أول ما خذينا الاستقلال واسترجعنا الأراضي هذه تهمشت، تم تهميشها، وما عادش اللي كانوا يتزرعوا الفرنسيس كانوا يزرعوا فيهم ويغرسوا فيهم وكل، تو تهمشوا كومبليتمون على ملك الدولة. نجم يكون كحل من الحلول انك توزع الاراضي هذه عن الشباب العاطلين عن العمل واللي يحبوا يخدموا، وتشجعهم على الفلاحه، وبشكل معناه يخلقوا مشاريعهم في الاراضي هذه، ويلعب المجتمع المدني دور كبير لهنا في انهم ينجموا ياثروا الشباب هذوما، يزيدوا لهم الوعي نتاعهم. يعيشك، ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. فما شكون اخر يحب يعطي توصيات للمجتمع المدني ونروحوا؟ روحوا؟ ليه؟ فما حد؟ به؟ امين. نعطيك انا شنو التوصيات اللي وصيت بهم روحي واصحابي. اي ابدا بروحك واصحابك. انا واحد من الناس الاخيرة كيما قلت لكم مانيش معامل اني ملي دخلت الفرد ديجا مش معامل اني نكمل نقرا لروحي ومن بعد باش نلقى خدمة تستنى فيا، دونك قلت علاش ليه ما نصنعش انا الخدمة بتاعي وحدي معناها على جنب، فهمت؟ انا نمن بلي كلنا عندنا هوايات، كل واحد فينا عنده موهبة من داخله ينجم كيما العباد تقول لك مثلا ما تخليش الموهبه نتاعك تلهيك على قرايتك وكل شيء وتبعدك وكل،
ديما ننصح العباد نقول لهم ما تخليش زاد القرايه، ما تحطش وقت الكل في القرايه وتنسى مواهبك، ما تقولهاش وكل شيء على خاطر تنجم الموهبه بتاعك نهار اخر تردها خدمه ولا تردها دخل منها فلوس ولا تولي مورد رزق. دونك ديما نسال صحابي نقول لهم اسكو انتم معناها معاملين 100% على القرايه، اسكو تراو اللي اذا كان تقرا باش تلقى نهار اخر موطن شغل؟ برشا عباد يقولوا لي ليه، دونك قولوا شنو هي الحاجه اللي قاعد تعمل فيها باش نهار اخر اذا كان ما لقيتش موطن شغل من القرايه تعملها. يقول لي هذاك لي راني مش قاعد نعمل في حتى شيء. نقول له بازي مالها، اعمل حاجه، شوف الموهبه نتاعك، شوف الموهبه نتاعك شنو تنجم تعطيك نهار اخر، ولا سيرفيس لازم توفر تنجم توفره للمجتمع ولا لاصحابك ولا العباد اللي تعرفهم باش تنجم بلوز وما تدخل فلوس وما تقعدش ما تهبطش في البطاله، فهمت؟ دونك الواحد ديما لازم يعمل حاجه ابار القرايه. ديما ننصح الناس الكل انه عنده موهبه اسقلها، معناها ما تعرفش عليها نهار اخر وين تنجم توصلك. على خاطر انا حسيت روحي عندي موهبه كملت فيها الحمد لله يا ربي توا، دونك نجم نقرا روحي مرتاح، معناها ما نخافش نهار اخر من البطاله، جوست الواحد يخدم على روحه وكها. وبديت صغير انت اون بليس؟ بديت عمري 17 سنه 15 سنه بريسك، اما ما كان عندي لا ما كان عندي لا جول لا فلوس لا حتى شيء، ما كنتش معامل اني نعمل منها فلوس الحكايه والا نردها خدمه. من بعد بالوقت حسيتها سافا، معناها تنجم تمشي ثنيه مزيانه، وسورتو كيما قلت لك عام بعد عام ديما فكره انه القرايه وحدها ساعات ما توصلش بالكدا ديما ماشي وتكبر معايا، فهمت؟ دونك هذاك علاش ديما نحب ان اما انت حتى قرايتك غرام؟ اي غرام. شكون اللي جاب لوليني قرايتك ولا اليوتيوب؟ اليوتيوب هو اللي خليني تبع غرام. دونك ما خممتش وقت اللي تختار في القرايه هل الشعبه هذه فيها فلوس ولا تخدم ولا؟ انا نظن اي انسان يخدم على روحه في الشعبه اللي يقراها والا يكون اكسيلون فيها راه باش يلقى خدمه وباش يكتسح وباش يعمل برشا حاجات مزيانين. دونك ما يهمش شنو الشعبه نتاعك، ما يهم انت خدمتك وثقتك في روحك والحاجات اللي تعملها. يعيشك امين. وهل ترى انه اللي فات انك بديت صغير دونك اكيد فشلت برشا في الباركور نتاعك؟ حتى توا الواحد راه يقعد يتيح ويقف وكل شيء، وانا ديما نمن باللي البريود بون انا بديت عندي برشا، مي البريود ما بين ال 20 و 30 لازم ديما العباد يجربوا برشا حاجات، مش معناها قريت مثلا دروا تكمل في الدروا وتكمل لا جرب برشا حاجات، فما برشا حاجات في الانترنت نجم واحد يجربهم، نحكيو كريبتو اي كوميرس دروب شيبينغ برشا مواضيع ينجم الواحد يجربهم، وسبحان الله ما يعرفش روحه وين ينجم يلقى روحه نهار اخر. ديجا نعرف برشا عباد كلي قرايته حاجه وخدمته حاجه والحاجه اللي يحب يعملها حاجه اخرى، مثلا كي نحكيو مثلا على مثلا ماكدونالدز اللي عنده الانسان اللي يملك ماكدونالدز هذيك ماهيش خدمته، هو خدمته للريل ستيت، هو يملك الاراضي اللي تحت المطاعم هذوكم، دونك غرامه هو الماكل، سبحان الله هو مغروم بالماكله، دونك عمل سلسله المطاعم هذوكم، مي الخدمه نتاعو الاصليه هي الريل ستيت، معناها يبيع ويشري الاراضي، دونك الواحد ماذا بيه ديما يجرب برشا حاجات، ما تعلاش على روحك نهار اخر وين تنجم تلقى روحك معناها. ايفيكتيفمون، دونك العمر هذاك تستغله باش تجرب برشا حاجات، تجرب برشا حاجات. اكزاكتومون، تخرج من الكومفورت زون نتاعك، مش بضروره تقرا حاجه دونك تكمل فيها هي، والا مغروم بحاجه تكمل فيها هي، تجرب برشا حاجات لين تلقى روحك اكسيلون في حاجه. وتحاول تشدها الى ان تريجي جوه والحاجات هذوكم بعديك يو كان مونيتايز ذم، دخل منهم فلوس كما تحب. اكزاكتومون. يعيشك امين. ميرسي. هي دونك انا ما عادش عندي ما نقول. قال كل شيء. قالوا كل شيء زوز. بالحق راهو سي تبارك الله عليكم سي امبرسيونون. دونك فينالمون الكونكلوزيون تاعي انه الحل هو الشباب. هذا هو الحل في تونس، وهذا المشكله زاده انه اليوم كيفاش نخمو انه الحل لازمو للشباب مش لازمو من الشاب. هذه هي الغلطه اللي عندنا في الريزونمون تاعنا، اللي اليوم الناس اللي تخمم للشباب ما هم الشباب. معناتها يفو كو اون ابرين اون كومبرين اون ادميت نقبلوا في البلاد هذه اللي وي نيد تو ثينك باي يوث اند نوت فور يوث. المشكلة سي كو ونطلع لك المورال وان ميم طون نطيحوا لك شوية اللي من بين 20 و 30 باش تكونوا باش تعيشوا دي ديفيكولتي وفشل وكل، وحتى من بعد 30 مازال فهمتني. دونك سي سي هذيك هي الدنيا. انا من بعد 30 باغ اكزومبل كان نحكي على التجربة نتاعي، انا كنت نخدم اول حاجة دبلومي عمري ما خرجته في حياتي، هاني لليوم عمري ما جات لي سيتواسيون باش نخرج ديبلوم تاعي وباش نوريه ولا ناتي ولا حاجه.
parce que le CV, l'entretien, t'etkallem, etc., etc. Marat, ça suffit largement. Donc, man khammouch ken bel diplôme. Man khammou zéda bel capacité m'ta'na annou nqnou ou annou n'ta'almou. Deuxièmement, l'khidma li bdita ma'al l'Allemagne, qui a qu'il a qu'il a qu'il a wacht l'Tounes, on a wacht fiel fin wachdèche, habit n'ra wach wachta. قلت سي لو مومون نقرا البرا خذيت ديبلوم 2011 قلت نروح لبلادي ونعاون اتسيتيغا تو الكلكم تغزروا تقولوا يا ليت كان جيت تعرف راك قعدت غاديك لا سي با فغي ما ندمتش اي بورتون اللي عشتو في تونس ما كانش ديما ساهل لكن الريزونمون نتاعكم لازم ديما يكون شنو هو كاسكو جو بو ابورتي حتى كان جابورت اون بوتيت بيير هذيك راهو تصلح للجيل اللي من بعدي للناس اللي للجيراني للحومتي للبلادي للكونتينون القاره اللي انا فيها ديما يفوكو تعملوا ريزونمون هذا سا فو با دير اللي لامبيسيون نتاعكم اللي تحبوا توصلوا لها باش توصلوا لها كومبليتمون في الدنيا هذه دونك التجربه بار اكزومبل نتاعي بديت مع الالمان جو ترافايي عملت بروجي طياره وكل من بعد جاتني دولتي وقالت لي ايجا سالاري ديفيزي باغ اكس مشاكل ملتيبليي باغ اكس مشيت كوميم وكليت الضرب وضرب قوي راهو معناتها سي با فاسيل راهو كي تدخل في الدوله وانت عمرك 32 سنه ومدير عام وكل راهو سي با كلكو شوز دو فاسيل اجيري ما تجي تدخل في سيستيم ماكش فاهمه بالكدا تاخذ بلاصه ناس اللي هما يقولوا هذا بلاصتي كيفاش هذا سامحوني في كلمه فرخ جاي هكا ياخذ في بلاصتنا ايتترا دونك بيان سور اللي تاكل ضرب معناتها ماكش مستانس بيه بالكل اي بورتون احسن تجربه عملتها في حياتي لليوم نقولها ونعاود نقولها خاطر الناس اللي ريتهم في الدوله تعلمت معناتها الاداره وشفت اللي فما كفاءات وعرفت ناخذ دو ريكول ما عادش نقول بها وعليها وتونس وكل وليت عندي اون اناليز بلوز اوبجيكتيف نعرف شنو هو الباهي وشنو هو المش باهي ايتترا هذا الكل سا في بارتي دو فوتر ابرونتيساج هذا حبيت نقوله لكم باش نقول لكم راهو سي فو كي كري فوتر شومان ما فماش معناتها الدوله بها وعليها والريكروتور وقت اللي انا دخلت في البيرو وخزر لي هكا معوج هكاك دونك معناتها من الاول يعرفني اللي درا شنو ولا كتاف ولا ما نعرف شنو وكل راهو هذوما سو سون با دي باغامتر اللي باش يخليكم انتوما ما لازمهمش يخليكم تستسهلوا وتقولوا مال على هذاك انا ما وصلتش هكا سلكتها مش مني انا منهم هما ومن هذاك ومن هذاك منك انت وحتى كان مش منك منك وسدوات هذاك الريزونمون اللي انت تقدم به اللي كان انا ما وصلتش معناتها فما حاجه جايه من الكوتي نتاعي على خاطر صعيب باش نبدل الدوله في نهار صعيب باش نبدل العبد هذا في نهار اما انا نجم نبدل روحي ونجم نتاقلم على رياليتي ديجا كان كل واحد يبدل من روحه شويه كنا باش نتبدلوا مع بعضنا صحيت انا مرات كي يجي واحد يلوح يطيش حاجه بالشباك ولا يقول لك ايه نسكل طيش عاد نقعدوا ريزون كوم سا مشينا فهمتوا وهل عمليا فما حاجه اخرى نجم يعملها المجتمع المدني مع اللي يعمل فيه الكل باش يزيد يوثق النظره هذه الاشياء انا بوغ موا المجتمع المدني الدور اللي لازم يلعبوا وفي العشر سنين الاخرانيين خلي زاده ننقدوا رواحنا شويه خاطر انا زاده جاي من المجتمع المدني فما مرات اون يوتيليزاسيون اللي تظهر لي انا غالطه من الفلوس اللي جينا من برا جانا برشا فلوس من برا وما عرفناش كيفاش نتحكموا على الفلوس هذايا وفما الناس اللي دخلوا في الفلوس هذايا خاطر كل شيء فيها بيزنس دونك فما الناس اللي دخلوا فيه واللي ما كانوش معناتها فورسيمون يحبوا كان الخير لتونس ما هما يحبوا الخير لتونس هما يحبوا الخير لروحهم قبل دونك مالوغوزمون احنا كمجتمع مدني اليوم لازمنا نتعلموا ننسقوا بين بعضنا لازمنا نتعلموا نسمعوا التجارب نتاع الاخرين سنغيف با سوفون دونك برشا مرات نبدا نرى مشاريع فيهم ملايين ومليارات وكل اللي يمشيوا في فرد جهات اللي يمسوا فرد عباد واللي يعملوا فرد اغلاط وكلهم ماهمش في بالهم ببعضهم كل واحد على روحه دونك في هذا لازمنا احنا نخدموا اكثر في التنسيق وانا دوري اليوم كامم متحده خاطر البي تي هو جزء من الامم المتحده سي اون اجونس تاع الامم المتحده انه اليوم نوصلوا لي فون كلهم اللي المانيا فرنسا امريكا اتسيتيرا اتسيتيرا انو نسي دو راسومبلي الناس هذوما الكل باش نمشيو لقدام لكن باش نزيد نجاوبك اونكور بلو بريسيزيمون المجتمع المدني لازم يقترح لازم يكون كيفاش نقولوا اون فورس دو بريسيون ضغط اليوم على خاطر ما نجمو نعرفوا كيفاش نعالجوا كان ما نعرفوا روحنا وين ماشيين والمشكله سيك الرؤيه ناقصه انا وقت اللي مشيت لانيتي في ثلاثة شهور الاولانيين اول حاجه عملناها هي الانيتي 2030 وين ماشيين
انت كي تجي اليوم في اي تسال اي ما نعرفش اي مؤسسه تقول لك اعطيني 3 كراهب واربع اورديناتورات وخمسه اي علاش وين ماشي وين ماشي كان باش تعمل رقمنا كان باش تعمل وين ماشي دي دون 10 ans كيلي لا استراتيجي بعد كي نفهموا وين الاستراتيجي وين ماشيين تو نعطيك حتى بالك شي لازم 6 كراهب مش 3 اما لازم دابور نعرفوا روحنا وين ماشيين انا هذا ظهر لي اللي في 10 سنين الاخرانيين هذه مشكلتنا on n'a pas une vision précise de où on va donc لازمنا نخدموا على الرؤيه ولازم المجتمع المدني يعاون عن نكونوا عندنا رؤيه واضحه في في بلادنا شكرا دونك التنسيق الضغط على وضوح الرؤيه من من الاشياء المهمه جدا على ما يبدو يهولي بالنسبه للحق هذا في تونس دونك توا خلطنا اللب نتاع نتاع الاشياء البارتي لابيل كل سنه فيها لابيل كل حكيت عليها بطريقه او باخرى من غير ما تستنى توا باش نحكيو على التوصيات للدوله التونسيه شنو نجم نقول للحكومه شنو نجم نقول للدوله شنو عندكم باش تقولوا لهم الكرسي ليكم شكون يحب يتفضل اي تفضل وين مرحبا بيك تفضل لنا عوده مع الماء عسلامة مرة أخرى. عسلامة. أنا توجه خالي كانوا الدولة ما عاد متنجم تعمل حتى شيء بخيسك على خاطر إحنا ديجا نعيشوا في وضع اقتصادي خانق برشا والدولة حتى معناها الموظفين حاليا في الـ في الـ في القطاع العمومي الدولة ما عادش قادرة حتى أنا باش تعطيها السلاغ نتاعها بانتظام دونك الدولة كما قلت في تتعدى بوضع اقتصادي خانق. الشيء الوحيد اللي تنجم تعمل توا الدولة هي انها تحاول تعمل مجهودات لإزالة العوائق اللي قاعدة توجهها اللي يواجهها الخواص اللي هو اللي شامل معناها استثمار اللي هو الوحيد اللي توا نجم نشوف اللي هو ينجم يوفر مواطن شغل للشباب وكيف كيف زادت نجم تدليها شوية بالقطاع السياحي كيف كيف خاطر توا احنا موسم سياحي والشباب ينجموا يلقاو برشا دي اوبورتونيتي كيف كيف معناها هيك الحاجه الوحيده تنجم تعملها كما قلت خاطر وضع اقتصادي خانق ومانيش قادر انها حتى توفر لي سلاغ ديكو ما تنجم تعمل حتى شيء وكما قلت انت الوضع الاقتصادي مش ستابل مش فماش ستاغناسيون دونك حتى اللي جو باش يستثمروا خايفين من الاستثمار في تونس باش يحطوا فلوسهم والوضع ماهوش وضع السياسي والاقتصادي نتاع تونس ماهوش ستابل ماهوش واضح يعيشك الما دونك حسب رايك انت الدوله بركت هزينا من هزينا يزي في البركه خلينا نعمل على رواحنا شويه اي مين انا مع نعملوا على رواحنا انت مع تعملوا على رواحي مع نعمل على روحي لكن نحب الدوله تكون تقف معايا وتسهل لي معناها انا واصحابي واولي جيلي وكل شيء مثلا توا كلنا نعرفوا باللي الدنيا كل ماشيه ديجيتال وكلنا السوشيال ميديا وكل شيء لكن السوشيال ميديا ماهيش كان تمشي البحر تصور ستوري ولا تتفرهد ولا تعمل حاجه كيما هكا فما اي كوميرس فما كريبتو فما برشا حاجات في تونس ما نجموش نعملوهم واذا كان تعملهم تنجم تتعرض لبرشا برشا عقوبات دونك اذا كان دوله تسيبهم من الفازت هذوما تنجم حتى دوله تستنفع منهم الحاجة هذوم بلي تاكس برشا حاجات معناها سورتو كو راهو كي نحكيو كريبتو راني داخل في جروبات بالرسمي برشا 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 فلوس قاعد تخرج وتدخل لتونس وعبد تمشي تسافر لتركيا باش تخرج فلوس او تجيبهم من تونس بطريقه غير قانونيه والكل دونك كان يسيبونا ديجيتال ويعملونا نرجع للمشكله نتاعي انا هي مشكله ستاتو اذا كان يخلونا ستاتو مزيان معناها كستريمر ولا صانع محتوى ولا انستغرامر ولا يوتيوبر وكما قلنا يسيبونا فازات اي كوميرس على كريبتو على حاجات كيما هكا دونك يولي الانسان ينجم في عظمى يلوج على موطن شغل يولي يخلق هو موطن شغل وينجم حتى انسان ما نعرفش يحل بروجي ويولي هو يخلق مواطن شغل لاصحابه ولتحومته والناس الكل برشا عباد دونك نظن حاجة هذه تنجم تحل برشا برشا مشاكل دونك نقدموا في جانب تشريعي اما زاد جانب تشريعي اللي عندنا ما نخليهوش حبر على ورق اللي هو قاعد يصير في العوام اللي تعدات ديجا الكريبتو كان فما قانون مشروع قانون لو 25 جوي بالزهر عني ولكن كنا نعرف شنو صار دونك قاعد جوست مشروع قانون وتوا اللي يتريدي كريبتو اللي يتعامل بكريبتو ما يعرفش على مصيره كيفاش ينجم يكون معناه خاطر ما فماش قانون جمله واحده كيما ينجم يولي مليونير كيما ينجم يدخل الحبس اكزاكتومون للاسف سي يوسف
رجعنا معاك دونك توا يظهر لي هي البارتي الغثة والسمينة شوية اللي فيها باش نحكيو على التوصيات للدولة التونسية. دونك من رأيك انت خدمت في الدولة في وقت ما، دونك كنت انسايدر في وقت ما، دونك تعرف شنية حاجات توصيات باش تكون معقولة بالدولة التونسية باش تحققها غيالمو وما تقعدش كلامك هكا. انا دوري مش باش نوصي الدولة التونسية، انا دوري انا انه نوصيو رواحنا الكل كيفاش نجموا مع بعضنا نوصلوا ننقذوا بلادنا ولا نطوروا بلادنا، على خاطر معناتها الكلنا نحبوا بلادنا والكلنا نمثلوا جزء من الحل. دونك سي سا اوسي لو ريزونمون اللي لازمنا نكونوا عندنا. كان نقولوا شنو تحبوا تقولوا للدوله، معناتها نرجعوا زاده في الريزونمون اللي قلناه قبيله، اللي معناتها هي الدوله تلهي بينا واي الدوله تلقى الحل، وكان الدوله ما لقيتش الحل معناتها راهو الكل منك. سي با مون ابروش، انا ما نحبش نكونوا في العقليه هذه. ودايوغ حتى دوري ك ك ك اوي تي كمنظمه العمل الدولي زاده انه نكونوا احنا بالعكس ان سوبور دو ليتا، نكونوا مع الدوله باش نشوفوا شنو ما السياسات اللي نجم يكونوا الاحسن للدوله التونسيه، وكيفاش زاده نجموا نعاونوا الدوله باش الاكزيكوت السياسات هذيا، مش انه بركة جوست عندي افكار وماذا بيا نعمل هكا، لكن زاده على الميدان كيفاش اليوم نجموا اون ترادوي لي سوليسيون هذوما. وبار اكزومبل قبيله زيد ذكرني شادي قبيله حكى على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. شادي انا جو سوي المسؤول بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البي تي، معناتها عندي مسؤوليه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اون بلوس دو لونتربرونوريا. دونك البروجي اللي انا اليوم من قاعد جو 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 ريبريزونت اسمه جونيس جي او او ان او 2 اس او 2 اس ايكونومي سوسيال اي سوليدير. علاش ما يوفاش بالاو جونيس؟ سي ان بروجي دو 10 مليون دو دولار لتونس باش يعاون تونس في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللي قلته انت صحيح برشا. اش معناتها؟ معناتها اليوم لازمنا ان نرافقوا اون سوتيان الدوله التونسيه باش نلقاو دو نوفيل سوليسيون، منهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه حاجه جديده الناس ما تعرفش معناتها او اس اس، ما تعرفش شنو هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بالعكس وقت تبدا حاجه جديده لازمنا نفرحوا، وقت ما نعرفوش معناتها لازمنا نفرحوا. علاش؟ على خاطر عندنا دي زابروش اللي عملناهم عندنا سنين وما همش قاعدين يمشيو. كي نسمع كريبتو، كي نسمع كريبتو نردوا بالنا زاد، ها نقول لهم زاد يردوا بالهم، تقول مشيو وما نقول زاد ردوا بالكم. لا انا ما قلتش يمشيو، قلت الدوله تدعم لنا قانون والا اي قانون، اما زاد الناس ترد بالها خاطر الكريبتو زاد. فهمتني؟ تنجم تلقى روحك صحيح، تنجم تلقى روحك. دونك لا كريبتو، لو كراود فاندينغ، لو ستارت اب، لو اس اس، هذا الكل سو سون دي مو اليوم لازمهم يكونوا الواقع نتاع التونسي، لازم يكونوا لو كوتيديان نتاع التونسي. ولهذا لا ريكومونداسيون لينا انه اليوم نكونوا عندنا دوله اللي تتعدى في ان اوتر نيفو دو مودرنيتي، اللي تخلينا اليوم نحكيو اكثر اللغه نتاع الشباب نتاعنا. ابري تو الشباب نتاعنا يمثل 35% من الشعب، من البوبولاسيون. دونك لازمنا نحكيو لغته، ما نجموش نحكيو لغه اخرى. ولهذا دور الدولة أنه تسمع أكثر الشباب، وأنه الشباب يكون بوكو بلوس أكتور متاع التغيير هذايا. وهذا زادا دورنا احنا كمجتمع مدني، خاطر كي نقول لويتي نقول زادا معناتها لي زوين جي المناظرة اتسيتيرا، اللي لازمهم زادا هما يلعبوا هالدور هذايا متاع التنسيق بين الدولة. وعمرنا ما ننساو الشركاء الاجتماعيين اللي نحب ولا نكره زادا عندهم دور، عندهم دور، ما نجموش ناس يقولوا بهم وعليهم كل الكلنا بينا علي، لكن فما دور زاد ايجابي اللي كل واحد ينجم يلعبه. دونك سي تانو اليوم كشباب باش نلموا هالمؤسسات هذه الكل، وباش نلقاو حلول اللي يمثلوا. جيت تقول يمثلونا، اما انا سايي 35 يمثلوكم. شكرا. دونك توا جينا البارتي مهمه جدا خاطر فيها انونس وبرشا برشا جو. اليوم باش يجينا توا سي سفيان العاشوري باش يحكي لنا على لانونس. نحرق لك نقول لك شنو نقول، شنو باش تقول انت ونخليها لك انت. نحرق لك لي ميساج عندك الميكرو منك لي الزملاء في الحفله. صباحك سيبا هاي، تفضل هاي فاي. علاش جيت باش تقول لنا على الفائز او الفائزه؟ كمل انت توا ساعة. ميرسي على الاخر على الديسكوسيون اللي ياسر معبيه. ميرسي اسكندر، ميرسي اسباس بريفاس اللي جيتونا اليوم، ميرسي سوسا الكل، ميرسي سي يوسف، ميرسي امين والشباب اللي حاضرين معنا الكل. هيفا تنشكركم بعد.
Donc, en fait, je vais annoncer le rebah fil musabqa ntaana اللي هو او هي درام رول اي منصوري اللي هي الشخص الثالث باش تكون الشخص الثالث في اللي باش يكون حاضر معنا في الويب تي في. مازلنا شخص بركه ونكملوا اربع اشخاص اللي باش يحضروا في حلقه نتاع ويب تي في باش تكون مدتها ساعه لاول مره باش تصير في تونس اللي هي ساعه بالبرود نتاع التلفزه في استوديو نتاع التلفزه. اما نش نعديو في التلفزه خاطر الببليك نتاعنا ما يتفرجش في التلفزه دونك باش نعديوها في لي ريزو سوسيو باش نحكيو على حقوق الانسان اجمالا ومجملا والبلاتو باش يكون 100% جون برودكسيون جون لو كونتوني عاملينو دي جون دونك انا مانيش مستدعي دونك انا مانيش مستدعي انت في اليوان مازلت جون على البال انا وياك مازلنا شوي اخر عام شوي شوي دونك ايا هي الفايزه معانا نستناو ان شاء الله الشخص الرابع باش الحلقه باش تكون باش تبث في اول اسبوع في اوت استناونا وميرسي على كل شيء. اليوم كملنا اخر حلقه في البودكاست نتاعنا وجينا لاخر ولايه ان شاء الله العام الجاي بتاتر نكملوا الولايات الكل ونعملوا بودكاست في كل ولايه نحكيوا فيه على الحق من حق الانسان. ميرسي يعيشك سفيان يعيشك وانت زادت تفرش فينا كان تحب تكون الرابع اللي باش يحضر في الحلقه نتاع الويب تي في ماذا بيك تدخل www.munadra.com وتجاوب على سؤال اللي نحن جاوبنا عليه ديجا دونك بسيط جدا هل نجم نقولوا انه التونسي يتمتع بحقه في العمل. هكايا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم اللي هي الحلقه الاخيره من بودكاست ميدان مناظره. شكر كل الشكر مره اخرى ليوسف منيره اللي عنده كلمه الختام تم بعد نعطيها له والامين وللعباد الكل موجودين معنا اليوم والسباس بريفاس كما قال سفيان. نتعدى كلمة الختام عندك. لا مش كلمة ختام خلي لك كلمة ختام ما حبيت جست نشكركم وحبيت نقول خاطر سفيان بالحق كان ديغيغ لي كاميرا ما نقول قدام الناس اللي يسمعوا فينا انه سايتي تري بروفيسيونيل وجي تي اكوي من الاول للاخر والامبيونس ايتي فورميدابل وهذا كله 100% شبابي دونك هاكا نشوفوا دو كوا سون كابابل لي جون وحتى امين سي اون تري بيل ديكوفيرت ومازلنا باش نقعدوا ان شاء الله اون كونتاكت دونك جو فو سويت دو كونتينيي بوكو دو سوكسي وحبيت جوست كلمه اللي نقولها مهمه في البروجي جونيس بالله مشيو تبعوا شنو اللي موجود في البروجي جونيس على خاطر سا بو فو انتريسي فما على فيسبوك فما ان ابل دوفر باش يخرج توا الشهر شهر شهر ونص اخر على 7 ولايات في البلاد اللي باش يخص افكار مشاريع افكار مشاريع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحنا اللي باش نمولوهم 100% معناتها سو سون دي زيدي دو بروجي على الفلاحه على السياحه كيفاش نقولوا توريزم دورابل على الثقافه حتى معناتها دي ويب تي في ولا دي راديو اليوم فما 5 راديوات كيفاش نقولوا دي ويب راديو هكا دي ويب راديو ولا دي راديو اسوسياتيف اللي ديجا منتفعين من البروجي جونيس دوبوي 6 شهور ولا 7 شهور واللي معناتها قاعدين نرافقوهم باش يتعداو في نيفو اخر دونك معناتها جو لونس ان ابيل باش هكاك اوموان الناس الكل تسمع وتكون عندها حظها كان غدوه يراو لابيل دوفر وشكرا. شكرا جزيلا لك انت سي يوسف امين تحب تقول حاجه؟ انا فرحان برشا بالكونفرسيسيون مزيانه على الاخر انرجي مزيانه على الاخر ميرسي سي يوسف ميرسي هيفا اي سورتو ميرسي سفيان وكهو يعيشكم الناس الكل هكايا توفى الحلقه اوفيسيلمون ونتلاقاو ان شاء الله في اوت في الحلقه نتاع الويب تي في شكرا.